وانه هذه التحركات الاخوان اوروبا على مستوى اوروبا قاسميه مثل اوروبا. نتمنى انه نشهد اناث مخسقان خرجات عبر الشارع مثلا وقفات انظم مسيرات انظم مظاهرات لانه بقى تشمين بقى انه شين تما غننا تعتمد حكومه النيل لانه ما التحركات لكم ديني على مستوى اوروبا او على مستوى تما الغرب ككل ايتيشان غيش الدعفان دفعه النظري ايتيشان غيش القوه النظري حما انت قوه ذاتي داخلينا فاكيد نتمنى ودين دعوات مثلا على مستوى هولندا انه تنقرص نيه مثلا والعائلات انه جميع الريفيين ريفيو الشتات انه ضفوا ذيني باش تكون نجد الصفعة الدولية المخزنية اكي جنة اللي تيتز وتغتصب النساء ترز وتقمع ترز وتاكا ترز وتعيش المواطن فكيف يعقل شين طلب سبيطان انت تبقى ذكي السودان انطلب من المعاني شركتك ننخد ذكي اثيوبيا كذلك تهريب الاموال الى بنما والى سويسرا الى سويسرا الى افريقيا مما يعني انه تنقركم ياتي مدن اوروبا انه تراهقكم كذلك ومثال انه تقوي ديني نتمنى تريد العوده الى الميدان وتريد الخطوات التصعيديه من قبيل انه وضع شكاوى الدوليه المخزنيه امام المحاكم الدوليه لانه من ترتكب المئة من العيب والعار خيش الدوله تما تتاخو على المخشين زي الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى على انه اتنمى مناطق الشمال لاني تيعرف انت تسوي تكاثين عشان تسوي انت مكان نظيف باش تما تجميل او مكياج الدوله المخزنيه كي جان رفع شعارات دوله الحق والقانون دوله العهد الجديد وكذا من الامور الاخرى كي جان صراحه مجرد عناوين ومجرد تضخيم كي عبر الاعلام الصرف الصحي كي جان تجي لكي مجموعه القنوات لا توزن ولا القناه الاولى كل من يسبح في فلك المخزن مجرد قنوات امخنا الصرف الصحي فلهذا القرصنية مثلا ملا في اكيد غاكم الهدف لكم انه تخدم من ماريت منكم قاسني مثلا يتاثرون بخطابات لائمه الضلاله والسلاطين وعلماء ان المقدس قاس السلطان السن بلا انه كل من يطبر للانظمه الدكتاتوريه سيكون ان شاء الله يوم القيامه كي مقدس قان كي كذبه واحده واسال الله تعالى ان يسلط عليهم شتى مقدس قان شتى رمدنيني لانه اعتقد نشين الخطاب الديني ونيتي وتشي خطاب لاجل انه باش نشين الله ونحقق شي لان لا نركب على الدين بقدر ما انه ما دام الدوله استعمل كي النقد الدين فيستوجب بزاف نشين نوضح مثلا المواطنين المواطنات على انه الدين ديال شي شي غادي يحارب المستضعفين الله تعالى ابدا ولي وتفوق شي باش تدافع على شركات او غاكيري دينات المواطنين الدين يسيد باش غادي يحارب الظلم بالاستبداد العبوديه فالمخلص قال من حقنا شي ندافع خينا غنيري معامل غنيري جامعات غنيري مستشفيات لانه ما نسيم يتمثل اوروبا كلمه مجتهد يتمثل اوروبا انه ما السبب يجعل يشكون كني وتواجدوا في اوروبا وتجيبوا السياسه الحسن الثاني وتجي شي السياسه اللي كانت ديكتاتوريه ظالمه يهجر ابناء المنطقه عبر اوروبا يشتيشهم ما الاخوان اللي زار انه قام من تقدر يزيد الفتنه نيشكومي من عند الدور مدانيتي غاري فيكم تعيش من ذا وغتظلم الفتنه بعينها اكثر من مره يسيم توجد مدانيتي اهمال من طرف الدوله المخزنيه تخيلكم 22 متوين تتغاد الدار النظري كيف يعقل انه في خلال اسبوع تسدو كم يطلع شي غابانك المغرب يتكاد العشي سكوات انت ودي تحت غيجير اذا ليس من المنطق وليس من العدل انه الشين نتوحص دانيتي لا معامل لا شركات لا جامعات لا مستشفيات هذا ظلم واستبداد بحق المواطن ثالثي لا يرضاها لا قانون سماوي ولا قانون وضعي الله سبحانه وتعالى قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار يعني الله تعالى يفرض على كي تشك امر تفقد الشارع باش تحرم الظلم تحرم الاستبداد كذلك القانون الوضعي الدستور الممنوح كي جاني الدستور وضع من اجل قارك من اجل حمايه حقوق المواطن الفصل 29 يعطي الشكل حق الحق كامل حقوق تفقد الشارع تحتج مخضص قان باش تحتج ضد المخصص قال الاستبداد ضد اي حاجه كان الدوله اذا تقارك وقع مجموعه اتفاقيات كيتجان دولية على أساس أنها تحترم حقوق الإنسان أين حقوق الإنسان؟ لا زال في الدولة المغربية الاختطافات واعتقالات وسب وشتم في حق المواطنين لا زال تعذيب في الكوميساريات لا زال تعذيب في مخافي الشرطة إذا مقاش شنايا يتماتش في غفوة الشارع نطفوه من أجل حقنا ما كاين